هذا هو أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. بهذا الفيديو راح أقول لك شلون قدر الداهية حكيمي وزملائه يحولون المنتخب المغربي الوحش ومنافس قوي ينحسب له ألف حساب. بعد بحث طويل أخيراً قدرت أعرف معادلة المنتخب المغربي اللي تتكون من عنصرين رئيسيين اللي خلوا أسود الأطلس أقوى منافس في كأس العالم في قطر 2022 وصاحب أطول سلسلة عدم خسارات في المنتخبات الأفريقية في كأس العالم في 6 مباريات متتالية ونظافة شباكة في 7 مباريات وجمع 7 نقاط في دور المجموعات فوزياً وتعادل ويحصل على رقم قياسي أفريقي وأفضل سجل عربي في 20 هدف في تاريخ كأس العالم. شنو هذه العناصر وليش ما كنا نشوف المغرب بهذه القوة من قبل وشنو هو تأثير أوروبا على الكرة المغربية وليش اللاعبين المغاربة يطلعون يلعبون بالخارج بأندية أوروبية ومنهم من رفض أنه يلبس قميص بلد المغرب أصلا مثل يونس قابو اللي لعب لصالح منتخب فرنسا وخالد بولحروز اللي لعب لصالح منتخب هولندا بينما أكو بالداخل ناس قاعدين يشتغلون على إدخال لاعبين المغتربين في منتخبهم الوطني لكرة القدم. جيب استكان الشاي وكبر الشاشة وخليني أخذك برحلة نتعرف بيها على تاريخ أسود الأطلس بس بعد الفاصل. المغرب بلد متسامح ومتنوع بشكل رهيب وهذا الشيء اللي خلاه يكون أول وجهة سياحية أفريقية والخامسة عالمياً حسب مجلة فامونوس فيكنس. البلد اللي قدر يجمع بين عبق التاريخ والتراث وبين الحداثة بأفضل طريقة ممكنة. التنوع الثقافي وتقديس الحرف التقليدية والتفنن في فنون الطبخ والضيافة خلق منها أعجوبة حقيقية. وإذا تسأل أي أحد يحب السفر أو سائح عن أجمل بلدان العالم اللي ممكن تزورها أكيد المغرب راح تكون واحدة منها. ومنو من عندنا ما يعشق مراكش حتى قبل ما يزورها؟ برغم أنه المغرب بلد ملكي إلى خصوصيته السياسية كمملكة وموقع الجغرافي اللي يقع في طرف العالم الإسلامي وأقصى القارة الأفريقية لكن هذا ما منعه من أن يكون دولة استثمارية واحدة من أهم اقتصاديات أفريقيا مع أنها دولة زراعية غير نفطية عكس الجزائر وليبيا الأغنياء بالبترول. هذا التنوع الكبير أكيد راح يكون له تأثير من بعيد أو من قريب على الرياضة في هذا البلد ومثل ما عرفنا في فيديوهاتنا السابقة عقلية الشعوب وطبيعة حياتهم الاجتماعية والثقافية تأثر هواية على كرة القدم فالتاريخ والجغرافيا والسياسة عندها تأثير مباشر على طريقة اللعب ومستوى بأي بلد ولهذا خليك متذكر وياي هاي المعلومة لأن راح نرجع عليها بعدين حتى نجاوب على أسئلة مهمة. بداية عمر الكرة المغربية يرجع لأكثر من قرن من 1916 دخلت الكرة إلى المغرب مع الفرنسيين في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب ومن دخلت انغرم بها الشعب المغربي بذاك الوقت وبسرعة صارت جزء من يوميات الشعب المغربي ودخلت للرهانات السياسية وهذا التاريخ هو تقريبي طبعا لأن التاريخ الحقيقي مختلف عليه بين المختصين في تاريخ الكرة المغربية منهم من يقول انها اقدم من هذا التاريخ ويأكد لحسين الحياني احد رواد الصحافة الرياضية بالمغرب انه مباريات عديدة بهذه اللعبة حدثت في المغرب منذ عام 1913 هذه نفس السنة اللي تأسس بها الاتحاد الرياضي المغربي للدار البيضاء وتأسست الأندية الكبيرة بوقتها مثل نادي الاتحاد الرياضي المغربي في مدينة الدار البيضاء وقيمت أول بطولة رسمية للمغرب كانت في عام 1916 تحت إشراف الجامعة الفرنسية لكرة القدم وكان فريق USM البيضاوي هو أول فريق يربح البطولة في تاريخ كرة القدم المغربية بنفس العام وهنا بدأ يظهر الجيل الأول للاعبين المحترفين أولهم الأب جيكو اللي اسمه الحقيقي محمد بن حسن العفاني التونسي والعربي بن مبارك اللي تلقب بالجوهرة السوداء وبعد سنوات وبعام 1932 اتطورت الكرة المغربية وبرزت الكرة الوطنية اللي ظهرت بها أندية وفرق جديدة مثل مغرب الرباطي في عام 1930 والمغرب البيضاوي في عام 1938 وغيرها هذه المرحلة في تاريخ المغرب الكروي كانت مهمة جدا مو بس الكرة القدم بل كانت واحدة من أهم أشكال المقاومة ضد الاستعمار وأداة لتأكيد الهوية الوطنية خصوصا وانها تزامنت مع ظهور الحركة الوطنية المغربية المناهضة للاحتلال الفرنسي وبعام 1940 يظهر نادي الوداد المغربي ويكتسح الساحة ويوصل للدور النهائي من اول سنة له قبل الهزيمة في المباراة النهائية امام الاتحاد الرياضي المغربي بهدف للا شيء وبعد سنتين تستأنف البطولة من جديد ومرة ثانية ترجع الصدارة لفريق الاتحاد الرياضي المغربي ويفوز باللقب الصفة المميزة للوضع الكروي بهذه الفترة هم شيئين لان اوروبا كانت غرقانة بالحرب العالمية
الثانية، وفرنسا توها خسرانة في الحرب، لذلك وقفوا البطولة الوطنية، وكانت الأندية وقتها أغلبها لاعبين أوروبيين. فلما لغوا البطولة الوطنية عوضوها بمنافسة جديدة اللي هي كأس الحرب، فكانت هذه فرصة من ذهب حتى تنتعش الكرة المحلية وتظهر أندية جديدة بلاعبين محليين غير أوروبيين. أندية مثل المغرب الفاسي عام 1946، الكوكب المراشي عام 47، والرجاء البيضاوي عام 49. وبعام 1955 تنفتح صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية والدولة تأخذ استقلالها، فالأندية لعبوا آخر بطولة بنسختها الفرنسية ويفوز الوداد البيضاوي بلقب الخامس. بعدها في عام 1956 تأسست الجامعة الملكية لكرة القدم وتستلم إدارة البطولة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتسوي أول بطولة بعد الاستقلال، وشارك بهاي البطولة أكثر من 300 فريق من جميع أنحاء البلاد، ويأخذ الوداد البيضاوي لقب البطولة أكيد. وبعام 1970 تشارك المغرب لأول مرة في كأس العالم ضد ألمانيا الغربية وصيفة المونديال السابق، وخسرت المغرب وقتها 2-1. وكان حومان جرير اللاعب اللي توفى سنة 2018 أول لاعب مغربي يسجل في كأس العالم في الدقيقة 20 أمام ألمانيا الغربية مثل ما قلنا، لكن خسر المغرب أمام البيرو 3-0 وتعادل مع بلغاريا 1-1، وتغيب بعدها المغرب ل 16 سنة عن كأس العالم وترجع عام 1986. لكن خلال هذه الفترة ظلت تصنع تاريخ إنجازات صغيرة مثل بطل كأس الأمم الأفريقية سنة 76، والمركز الثالث سنة 80، والرابع في نسخة 86 و88. هذه النجاحات كانت تجهز لقنبلة كروية حقيقية، لأن المغرب بهذا العام بالذات راح تخلق لنا أساطير من لاعبين محليين مثل محمد التيمومي، مصطفى ميري، عزيز بودربالة، الزاكي، وعبد الكريم ميري وغيرهم، تحت إشراف المدرب المهدي فاريا. هذه هي الأساطير اللي وصلت المغرب للتأهل إلى دور 16 بعد أداء مميز في مجموعة ضمت 3 منتخبات أوروبية قوية، اللي هي انجلترا اللي تعادلت وياها 0-0، وبولندا تعادلت ايضا وياها 0-0، ومع البرتغال اللي خسروا وياهم 3-0 لصالح المغرب. وبهذا صارت المغرب اول منتخب افريقي يتجاوز الدور الاول من كأس العالم، والتحديد مكسيك عام 1986، البلد الوحيد اللي تم تصنيفه كأحسن بلد افريقي من قبل الفيفا 3 مرات متتالية عام 97 و98 و99، واول فريق افريقي يصعد الدور 16 ويتصدر مجموعته. وبدور 16 تواجه ألمانيا الغربية وتخسر أمامها 1-0، الهدف اللي سجله لوثر ماثيوس في مرمى الحارس بادوز زاكي في الدقيقة 85. ومن جديد تغيب المغرب مرة ثانية وترجع في مونديال 94، لكن هالمرة كان أدائها مخيب للآمال، فواجهت السعودية وهولندا وبلجيكا وخسرت وياهم كلهم. لكن في عام 98 ترجع المغرب أقوى من أي مرة سابقة وتقدم أداء خرافي بعد ما جمعت تشكيلة قوية جداً اللي ضمت صلاح الدين بصير، الحسن برامي، رشيد عزوزي، غريب مزين وغيرهم، إن شاء الله دا أقول لأسامي صح، ولعبت أمام النرويج وانتهت بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين، والخسارة أمام البرازيل ب3 أهداف للا شيء، وفوز ساحق على اسكتلندا 3-0. لكن للأسف المغرب ما استمرت بالمونديال بسبب فوز النرويج على البرازيل 2-1، ترى هاي مصيبة. ويختفي المنتخب المغربي عن المونديال هذه المرة 20 سنة من عام 1998 إلى 2018، لكن كان حظها سيء لأنها واجهت مجموعة صعبة جدا، البرتغال وإيران وإسبانيا، فالنتيجة كانت فوز إيران والبرتغال 1-0 على المغرب وتعادل مع إسبانيا بهدفين لكلا الفريقين. لكن هذه الخسارات ما راحت على الفاضي، فاستفاد منها اللاعبين اللي راح يرجع عدد كبير منهم بمونديال 2022 مع المدرب المحلي المحنك أريك راكي، وتخسر كندا 2-1، وتخسر بلجيكا 2-0، وتفوز على البرتغال 1-0 في الربع النهائي، وتتأهل النصف النهائي وأمام فرنسا تخسر بهدفين للا شيء مع الأسف، ويصير منتخبهم أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى النصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم. وبعد هذه النتائج الكبيرة للمغرب تطلع تحليلات عديدة عن أسباب هذه الثورة في الكرة المغربية، فلفت انتباهي مقال CNN نشرته بعنوان لماذا لم يكن نجاح المغرب في كأس العالم صدفة، وتطلع بتحليل عميق للقصة تقول إنه هذا النجاح راجع لعاملين مهمين. الأول هو المدرب الركراكي، هذا الشاب ابن البلد اللي إجى حتى يثبت قوة الحلم المحلي ويفجر طاقات الداخل، وحتى الجماهير صارت تشوفه ابن المغرب المختار، وهو انولد في ضواحي فرنسا ولعب في أندية فرنسية وإسبانية، وكذلك لعب للمنتخب المغربي 45 مباراة دولية بين 2001 و2009،
والسبب الثاني هو دعم الاتحاد الملكي لكرة القدم والإصلاحات الجذرية في هيكل كرة القدم المغربية بدعم من الملك محمد السادس. وهيك عرفنا السببين الأساسيين اللي خلوا المنتخب المغربي يكون بهاي القوة الرهيبة. وأزيدكم بعد سبب ثالث بونص من عندي، وهو اللاعبين المغتربين المحترفين اللي شكلون الأغلبية في تشكيلة منتخب المغرب. يتقدمهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وحكيم زياش وغيرهم من اللاعبين. فيضم المنتخب المغربي 14 لاعب من أصل 26 انولدوا خارج أراضي المملكة، اثنين منهم انولدوا بإسبانيا، وأربعة بهولندا، وثلاثة بفرنسا، وثلاثة ببلجيكا، وواحد بإيطاليا، وواحد بكندا. ده تشوفون كمية الناس المولودين خارج المغرب. واختاروا هذول اللاعبين تمثيل وطنهم الأم، وقالوا إنهم لبوا نداء القلب وشعروا إن هذا هو الاختيار الصحيح والمناسب لهم. وكجواب على السؤال ليش لاعبين المغرب يطلعون للخارج حتى يلعبون في نوادي أوروبية، لو تتذكرون قلت إن الثقافة والتاريخ والمستوى المعيشي يأثر في رياضة كرة القدم، ولأن المغرب من الدول النامية ففرص النجاح والتفوق خاصة في كرة القدم قليلة جدا، لهذا يلقي اللاعب الموهوب نفسه في أغلب الأحيان مجبر أنه يخترب ويلتحق بنوادي تطوره وتنطيه المقابل المادي اللي أمن به مستقبله. وهذا هو نفس السبب اللي يخلي منتخب مثل منتخب المغرب يستورد لاعبين من الخارج، أولا لأنه لا يثق في كفاءات المحلية، لأنه الكفاءات الحقيقية المحلية طارت أساسا لأوروبا. المهم اليوم المغرب ترجع للظل من جديد، ولأنه قانون كرة القدم هو التغير ويوم فوق ويوم جوه، هذه المرة ما توفق المنتخب المغربي وودع بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2023 بعد خسارته أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدفين في دور 16، وبعد ما كان هو المنتخب العربي الوحيد المتبقي في البطولة. إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد أنزله، وخلال ما تنتظرون أنه ينزل الفيديو الجاي أريدكم تتفاعلون وياي على المنصات الأخرى، لأن هناك أنزل محتوى مختلف. وإذا عندكم أي اقتراح عن موضوع حابين نحكي عنه ياريت تخلوا لي تعليق في الكومنتات حتى نسوي عليه حلقة. كان وياكم أخلد في مكان ما على وجه الكرة الأرضية. شوفكم بخير.